يعني اسمح لي طبعا يعني ابداها مع حضرتك، يعني ايه هي العوامل اللي بتساعد اي اسره انها تكون اسره سعيده او يعني فيها علاقات ناجحه؟ طبعا هو الاسره عشان تكون سعيده هي تبتدي طبعا من الزوج والزوجه اللي هم عماد هذه الاسره. انا ممكن ما اقعد اتكلم كلام كتير جدا، انما انا عايز اقول لكل زوج وكل زوجه، لو احنا عملنا عامل واحد بس وهو حياتنا كانت عاملة ازاي في فترة الخطوبة، لو استمرينا نفس اللي احنا كنا بنعمله في فترة الخطوبة اصبحنا نعمله في الجواز، الحياة الاسرية هتكون سعيدة جدا بين الزوج والزوجة واكيد بين الابناء. الاحلام بتاعتنا والطموحات والكلام عن الحب والاهتمام والسهر طول الليل، نقعد نكلم في بعض ونبعت لبعض مسجات كل شوية طمني عليك وانت فين وحشتيني وحشتيني، والكلمات اللي طول الوقت احنا بنقعد نرددها لبعض كنا بنعملها في فترة الخطوبة، وإلا ما كناش هنوصل للجواز. أصل إحنا لو ما عملناش هذا الكلام في فترة الخطوبة وكانت الحياة فاترة وما فيهاش تواصل وما فيهاش اهتمام، أكيد ما كانوش هيتجوزوا. أنا بتكلم طبعا على العلاقات السوية. فإحنا لو فضلنا ننتظم على مثل هذه الأمور، مش هقول ننتظم عليها كلها، ده 50% بس من اللي كنا بنعمله في فترة الخطوبة هنعمله فترة الجواز. الراجل اللي كان بيجيب ورد لخطيبته وهو رايح لها، الزوجة أو الخطيبة اللي كانت بتنتظر عشان تشوف إيه رأيه في الأكلة اللي هي مجهزها له، الأعياد، المناسبات اللي كنا بنهتم بيها مع بعض، كل دوت 50% منه فقط لو عملناه في فترة الجواز هتبقى الأسرة دي أسرة سعيدة، تاخد لو تاخد مثلا يعني أوسمة وناشين على السعادة اللي هم عايشين فيها. يقال دكتور يعني حضرتك اوضحت نقطه مهمه جدا، ان لو تم يعني فعل الافعال اللي كانت بتحصل او الكلام اللي يعني في الخطوبه الى ما بعد الجواز، في ناس بتقول ان في حاجات كمان بتكتشف ما بين الطرفين بعد الجواز، وفي مثلا ناس بتحجج وتقول احنا خلاص بقى دي كانت مرحله ودلوقتي بقى المسؤوليه كبيره، دلوقتي بقى المشاغل اكتر، دلوقتي ما بقاش الموضوع بقى روتين. هل هو ده ممكن اللي بيؤدي فعلا لوجود بعض الخلل في العلاقات الاسريه؟ مما لا شك فيه طبعا ان الامور الخاصه بروتين الحياه اليوميه والمسؤوليات اكيد بيحملونا اعباء اكتر ما كناش بنتحملها في فتره الخطوبه، ولذلك انا بقول لو حتى 50% من العوامل اللي احنا كنا بنعملها قبل الجواز، عشان كده مش بقول يعني كل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها، ولكن فيها بعض الامور البسيطه جدا ما بتتعملش. هي في مشكله يا استاذ يوسف ان انا يبقى معايا الموبايل في جيبي اطلع الموبايل واكتب لزوجتي كلمه حلوه وانا ماشي، ما انا طول النهار اصلا بقول 100 كلام حلو. وبعدين نفس الناس اللي بيشتكوا من هذه الامور قد يكونوا هم كمان بيجاملوا الاخرين او الاخريات بكلمات رقيقه وكلمات كويسه، بس ما اقدرش اعمل هذا الكلام لزوجتي، وما تقدرش تعمل هذا الكلام لزوجها وتقول لك انا مشغوله ومش فاضيه، مع ان في حاجات كثيره جدا بنعملها طول اليوم. لو احنا عايزين بقى نتكلم على العوامل اللي هي بقى بالبداية كيفية اختيار شريك الحياة، عشان حضرتك حطيت ايدك على نقطة مهمة جدا، قلت ان في ناس بيقولوا بعد الجواز يعني ايه في حاجات اتغيرت، هي مش بس كمان العوامل المادية والكلام ده كله، في ناس كانت مبينة شخصية غير شخصياتها. هنا بقى نخش في المشاكل اللي ممكن يسببها سوء الاختيار او عمليات الاختيار المبدئية، ولذلك بيبقى في بقى عوامل الاختيار شريك الحياة هي دي اللي ممكن تؤهلنا برضو ان الزواج بعد كده مع الكلمات الكويسه والتواصل والاهتمام يبقى حاجه ناجحه ان شاء الله. ان شاء الله.